بدانا سريعا في الدوري وبدانا في افريقيا، يمكن ما لحقناش غير ثلاث لعيبه بس، احمد زيزو وداوده ووسيم النغموشي اللي كانوا معانا في ماتشات افريقيا في اول دور. ان شاء الله يلحقونا عدد كبير ان شاء الله من اللعيبه في الدور الثاني. مباراه صعبه جدا، مباراه النجم الساحلي، فريق متمرس في بطوله افريقيا، فريق حاصل على دوري ابطال، على الكونفدراليه، عنده قوام لعيبه محترم جدا، عنده لعيبه دوليه، لكن ان شاء الله باذن الله احنا نستعد للمباراه بشكل كبير، وعندنا الحماس والدوافع اللي تخلينا نوصل لابعد مكان ممكن ان شاء الله في البطوله. الوقت ونهايه الدوري وبدايه فتره الانتقالات كانت هي اللي صعبه شويه، وخاصه احنا كنا مضغوطين اكتر بقيد اللعيبه، خاصة في حاجة اسمها القائمة الأولى والقائمة الثانية في أفريقيا، والقائمة الثانية قفلت يوم 30، وإحنا القائمة الثانية في مصر هنا قفلت يوم 6، فكان عندك 6 أيام ما تقدرش خلاص، ما كانش عندنا وقت. يمكن الوحيد اللي اتأخر في وسطينا هو محمد حمدي. إحنا السنة دي علينا مسؤولية أكبر، جهاز فني ولعيبة ونادي، إن إحنا نحافظ على اللي إحنا بدأناه من سنتين، إن إحنا نبقى موجودين تاني إن شاء الله في المربع الذهبي، وإحنا عارفين إن المنافسة السنة دي هتكون صعبة، إن إحنا أدائنا في البطولة الأفريقية وطموح النادي إن إحنا نوصل لأبعد مدى إن شاء الله وأبعد مكان في البطولة الأفريقية، كل دي مسؤوليات علينا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن بإذن الله. دوري السنة دي هيكون صعب، والمباريات هتكون كلها صعبة، وكل الأندية عملت تدعيمات بشكل قوي جدا هيخلي الدوري السنة دي إن شاء الله دوري قوي ومميز، تخلي نسبة المشاهدة فيه أعلى. أتمنى التوفيق لينا ولعبتنا بإذن الله، ونكون عن زي ما قلت لك عند حسن الظن وعند المسؤولية، وإحنا مقدرين إن هي المسؤولية صعبة، لكن في انتظار ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى.